طبعا ضيفنا بتخيل عطى دفع كتير كبير. الأمل مش بحاجة لأنه نحن بدبي، لأنه دبي دايما تدفعك إلى الحلم والحلم والحلم أكثر فأكثر، لأنه جميل إنها قادرة تضعنا على الخطة على السكة الصحيحة حتى نحقق أحلامنا. والجميل ببرنامج شيخ محمد، مركز محمد بن راشد لأعداد القاضي، إنه قادر يعطي هيك إذا بدك أمل إنه هالشخص قادر يحقق حلمه. ليس من السهل، الجميع يطمح بأن يكون قائد، ولكن ليس بمقدور الجميع أن يكون قائد، وهني كيف عم بتطوروا هالصفات ويزودون بكل الخبرات العملية والميدانية. إشارة جميلة جدا أن المستقبل بأيدي أمينة. ذكرتي نقاط مهمة جرازيلا. أول شيء صناعة القادة هذا شيء عظيم، يتطلب جهد كبير ودراسة ودراية وعلم كبيرين. ذكرت كمان نقطة الفرق بين القائد والمدير، هو فرق كبير وشاسع. كثير من الناس يمكن ما يعرفوا الفرق بين القائد والمدير. ربما المدير هو جالس على الكرسي يعطي أوامر فقط، أما القائد هو من يكون موجود على الأرض، موجود على الأرض وممكن يأخذ بيد الفريق ومدرك لأهمية الفريق. المدير ممكن يوصل لمنصبه، يتربع على منصبه، يحس أنه الكرسي مريحة جدا، وما يعود هيك يفقه بالأمور يلي عم بتصير على أرض الواقع. بقى جميل، ومثل ما قالت المستقبل بأيدي أمينة، خاصة أنه المستقبل في كتير تحديات. كنا عم نذكر تحت الهواء أنا وياك عم نتحدث عن تحديات يلي شكلها الذكاء الاصطناعي. صحيح أنه نحن متعطشين لها تكنولوجيا الجديدة، ولكن ما بيخفى على أحد أننا أيضا متخوفين من التحديات والسلبيات اللي ممكن أن ترافقها. جميل جدا. كيفك بالديكور جرازيلا؟ بدك تسأل زوجي قدي بصرف على الديكور، لأنه بحب حسب المزاج ومع تغير الفصول هيك بعض الإضافات، ولكن مجال جميل جدا ويسمح لك أنه تبدع هيك وتحس أنه منزلك على الأقل بيشبه. صحيح، لأنه جميل هذا المجال. تتميز طبعا الديكورات العصرية بجمال شكلها وأناقة أنماطها وتعدد ألوانها، وقد اكتسبت شهرة عالمية كبيرة. لما نحكي عن مجال الديكور، كل تفصيل بيكون مهم، وكل تفصيل بالديكورات العصرية بينبض بالسحر وبالفن، إضافة إلى العراقة المستوحاة من التراث المغربي الأصيل. طبعا ضيفتنا لليوم هي من المغرب، تعرف عن نفسها بأنها ليست مجرد مهندسة معمارية، بل هي رائدة في عالم التصميم الداخلي. تمتلك من الخبرة والإلهام لتحويل المساحة إلى تحفة فنية تجسد الجمال والابتكار، وهي تسعى دائما إلى نقل خبرتها في مجال الديكور والديكور المغربي بشكل خاص إلى جيل الشباب الذين يسعون لتحقيق النجاح في مجال الهندسة المعمارية. طبعا للحديث اكثر عن الموضوع بصرنا نرحب بمهندسه الديكور دعاء العالمين، يلي رح تحدثنا عن مسيرتها بمجال الديكور بشكل عام، وايضا عن اهم ما يميز الديكور العصري للبيوت. صباح الخير دعاء. صباح الخير عليكم. صباح الورد. سعداء جدا بوجودك معنا. بالبدايه بدنا نحكي عن البدايه، كيف بدات رحلتك بعالم الديكور وبعالم الهندسه؟ بدأت رحلتي في عالم الديكور والهندسة الديكور منذ طفولتي، بما أني أنتمي إلى مدينة معروفة بالهندسة المعمارية وتاريخها الأندلسي العريق اللي هي مدينة تطوان. بدأت دراستي في مدينة لندن. نعم. Okay, one of the biggest universities of London. وبعدين في العاصمة مدريد، وتلقيت تعليم على أعلى المستويات. ومدريد معروفة بمبانيها الهندسية المميزة جدا، وغاودي بغنى عن التعريف. هذا. وبعدين اكتسبت خبرة ومهارات في مجال التصميم الداخلي. ما شاء الله. والآن أنا مهندسة ديكور وموجودة معكم. سعداء جدا وجودك معنا. لكن حدثيني أكثر، كيف تنقلي هذه الخبرات اللي أنت اكتسبتيها من خلال دوراتك إلى كل الشباب؟ أنا مهندسة ديكور ومدربة. أوكي. أتقاسم تجربتي المهنية مع الطموحين. طبعاً بيكونوا ورشات تعليمية اللي كان علمهم فيهم تنسيق الألوان، الأقنشة، الديكورات، وطبعاً ليشتغلوا في هذا المجال كمحترفين، وطبعاً بآخر التطبيقات Virtual Reality، العالم الافتراضي، وكيف تطبيق أفكار العملاء على أرض الواقع كمحترفين. جميل.
حلو حتى أن الواقع الافتراضي دخل أيضا بمجال الديكور. ذكرنا أنه حضرتك من المملكة المغربية، ولما بنقول المغرب مباشرة بتخيل الألوان، ألوان الطبيعة الجميلة، ولكن أيضا المنازل الملونة، الرياض، الحدائق، الشوارع، المنازل. يعني دغري بيخطر على بالي مثلا شفشاون أو المدينة الزرقاء يلي مبنية بالفعل هي متعة للعين. خبرينا أنت كيف بتنقلي إذا بدك الأسلوب المغربي بالديكور إلى عملائك؟ نقول طبعا الديكور المغربي معروف بالأناقة والبساطة. أوكي، وكيف قلت حضرتك الألوان، ألوان الطبيعة والخشب المنقوش والزليج المغربي والسجادات والطرز المغربي والأكسسوارات المغربية والإضاءة. كيف نحول ما نحول كيف يكون الديكور المغربي عصري؟ أوكي، أول شيء نختار الألوان الهادئة مثل الأبيض البيج، أوكي، وندخل عليهم أكسسوارات أوكي مغربية مثل السجادات، مثل الزليج المغربي، مثل الأسقف المنقوشة، مثل الطاولات الصغيرة، طاولات الخشب المنقوش، أو الطرز باليد. أوكي، وإلى جمعنا كل هذه النقط يعطينا ديكور أنيق ومرتاح وبلمسات مغربية. أنا بشوف دائما سيدة دعاء في بالديكورات المغربية يطغى أحيانا اللون الأزرق، والنقوش هذه باللون الأزرق، صحيح؟ الأزرق، الأصفر، الأحمر طبعا، ويكون النقش دائما اللي يميز الديكور المغربي هو استعمال اليد في كل شيء. نعم، في النقش على الخشب وعلى القبس ولا على الطرز باليد، هذا اللي يميز الديكور المغربي. طبعا الألوان، نعم، حتى السجاد يلي بيكون محبوك بشكل باليد. يدوي باليد. وأصبح يعني حتى الأشخاص اللي ما عندهم منزل بكامل وبطابع مغربي بتلاقي فيه لمسة مغربية من خلال مثلا سجادة أو الوسائد يلي بتكون مطرزة باليد مثل ما حضرتك ذكرتي. إذا الشخص مثل ما عم نحكي حابب يكون عنده لمسة مغربية بمنزله، أسهل طريقة لأطفاء اللمسة المغربية من دون ما يتكبد عناء تغيير الديكور بكامله؟ طبعا هنا يختار الأكسسوارات مثل الفوانيس، أوكي، مثل الطاولات الصغيرة. نعم، اللي حتى لو كانت مودرن بس يكون عليها تاتش مغربي منقوشة، يكون الوسائد أوكي المطروزة باليد، نحاول زليج، ممكن زليج مغربي في حائط، أوكي، وإلى أخذنا كل هذه النقط تعطينا تاتش مغربي أوكي بدون ما نغير كثير في الديكور. نعم سيدة دعاء، في إقبال على هذا النوع من الديكورات؟ ناس ترغب تغير إلى الديكورات القريبة إلى المغربي شوي؟ طبعا في الوقت الحالي الكل يحب المودرن ويكون مغربي في نفس الوقت. إذا حتى يعني حتى في البيوت إذا ما كان في صالونات مغربية 100% يكون صالون مودرن وعليه تاتش مغربي. هذا الشيء لازم يكون، وهذا الشيء اللي هو بأشياء بسيطة اللي ناخذها من الديكور مثل الفوانيس، مثل الإضاءة، مثل كيف ما سبق لي وقلت يمكن يكون حائط بالقبس منقوش، يمكن يكون زليج مغربي، يمكن يكونوا أكسسوارات، وهذا يعطينا هذا. نعم طيب، ذكرت حضرتك أنه دراستك الأولية كانت بلندن بأحدى أرقى الجامعات الخاصة بمجال الهندسة، وانتقلت بعدها لإسبانيا. لما نقول إسبانيا ومغرب مباشرة منفكر بالطابع الأندلسي، وطبعا ما في مفر من التأثر بالهندسة الإسبانية والأندلسية. قد ايه تأثرت فيهم؟ كيف استخدمتيهم أو طوعتيهم حتى يصيروا أكثر بيشبهوا يلي أنت حابة تقدمي؟ أول شيء أنا أنتمي لمدينة كانت في 1930 إسبانيا 100%، نعم، يعني أندلسية، وهذا الشيء اللي احنا من طفولتنا طلعنا في بيوتنا عندنا هذا الديكور. نعم أوكي، دائما حتى لو نكون نغير على المودرن أوكي بيكون معنا هذا أوكي بيكون معنا هذا ستايل الأندلسي. أوكي طبعا يبقى بالألوان أوكي بالجمالية بالأناقة بالفخامة،
صحيح. أوكي، في مسيرتي كلها راح يكون موجود معايا هذا الستايل. نعم. دعاء، الحضارة الأندلسية طب تشبه كثير، أو المغربية يعني تشبه كثير ربما الديكورات والحضارة في بلاد الشام بحكم تعرفي أنت الحقبة الزمنية الماضية. صحيح. طيب تطلع على الحضارات أو على الديكورات الثانية، بتأخذي منها شيء طبعاً. وبتدمجيها بديكوراتك؟ طبعا طبعا، ومجالنا هذا دائما في جديد، دائما لازم نكون مع الصيحات الجديدة، لازم نحضر صالونات ومؤتمرات وهذا، ودائما بيبقى معنا الستايل الأندلسي. أوكي، وإحنا بنشتغل به مع الستايلات اللي موجودة حاليا، أوكي، واللي دارجة في التصميم الداخلي في الانتيريور ديزاين. نعم، الشخص إذا بزور المغرب ممكن يتنقل سواء بالشوارع القديمة أو بالخانات الكبيرة الموجودة، من مراكش لتطوان لشفشاون دايما في مصادر وحي. هذا بالنسبة لنا نحن لما منزور المغرب كسواح. أنت بنت البلد، أي منطقة أو أي معلم سياحي بيعطيك وحي بالهندسة، بهندسة الديكور والتصميم الداخلي؟ الصراحة كل مدينة في المغرب تعطيني وحي. نبدأ من تطوان، أوكي، الحمامة البيضاء، لشفشاون الزرقاء، لمراكش الحمراء، للرباط، يعني كل مكان، كل مدينة عندنا في المغرب عندها طابع وعندها ديكور خاص بها. ودائما في البيوت المغربية تلاقي عندنا شوي من هادي ومن هادي ومن هادي، ونعطي بها الديكور المغربي. أنا كتير بحب الرياض، بتسمون رياض يعني بيكونوا موجودين مثل حديقة صغيرة بتكون موجودة بكل منزل تقليدي مغربي. العديد من المنازل التقليدية تحول إلى فنادق فخمة، كتير هيك بتجذب السواح. متخصصة أيضا، يعني ممكن حضرتك أيضا تصمم رياض خارجية؟ طبعا، وكان مشروع آخر دراستي هو رياض. Here we go. تمام. هو رياض، وتحول إلى منزل، أوكي، لفنان تشكيلي رسام، و خلينا الطبع الأندلسي، أوكي، وكان مودرن بنفس الوقت. أنا بحب جميل. الأكل المغربي. بتشتغلوا مطابخ كمان؟ إيه طبعًا. على الطريقة طبعاً. المغربية. طبعًا على الطريقة المغربية، إذا كانوا في الرياضات مثلًا، إذا كانوا في بيوت لحد الآن يشتغلون الأوبن سبيس اللي يكون هو مطبخ مفتوح وهو بالطابع المغربي والتاتش المغربي. جميل جدا. طبعا شوقتينا، انا زور المغرب مره ثانيه، ما بعرف اذا سبق وزرته مهران، بلد جميل جدا. دعاء العالمي، مهندسه ديكور، نحن سعداء جدا بوجودك معنا، وشكرا لكل هيك السفرات يلي اخذتينا عليها خلال حديثنا. شكرا لكم.